بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راح تكون هاي المحاضرة الأولى في مادة الإدارة المالية لطلبة البكالوريوس، وإن شاء الله راح ننتهج فيها نهج البساطة والسهولة في تقديم المادة، لكون أنه التعليم عن بعد، ولذلك سيتم التركيز على الأشياء الرئيسية اللي يكون الطالب قادر أنه يستوعب. راح نتطرق بالبداية على الكونسيبت اوف فاينانشال مانجمنت، مفهوم الإدارة المالية او ديفينيشن فاينانشال مانجمنت، تعريف الإدارة المالية. تعريف الإدارة المالية بنقول ذا ساينس، يعني هي علم لها قواعد وإلها أسس وإلها معطيات وإلى آخره، اند ارت، علم وفن إدارة الأموال، ذا ساينس اند ارت اوف مانجينج موني. إذا هي علم وفن إدارة الأموال، علم وفن إدارة الأموال من خلال مجموعة من القرارات through three decisions: financing, investment, dividends. لكن هاي القرارات فيما بينه وهذا العلم فيما بينه بده يحقق هدف. إيش هو الهدف اللي عندي؟ اللي هو to maximize wealth shareholders، اللي هي تعظيم ثروة الملاك، or to maximize market price per share. شو الفرق بين هاي وهاي؟ شو الفرق؟ الشركات عادة، احنا نتحدث هون عن شركات الأموال. شركات الأموال بنهاية السنة المالية بيكون في توزيعات الأرباح، اللي هو القرار الثالث ديفيدنس، اللي هو الكاش بير شير، ولذلك هو بهمه أنه تتعظم ثروة الملاك. لكن شخص آخر هو بيشتري الأسهم، كونه هاي الأسهم قابل للتداول، ببيعها بسوق عمان المالي، اشتراها مثلا بدينار وشلن أو دينار وخمسة قروش، باعها بدينار وثمانية. إذا أنا تعظمت ثروة، إيش عندي؟ ثروة الملاك من خلال زيادة سعر السهم. إذا من هذا المفهوم نقدر نقول the goal of the firm should be maximize wealth shareholders. إذا هدف الإدارة المالية اللي هو إيش عندي؟ تعظيم ثروة الملاك، تعظيم ثروة الملاك. أسعد بناخذ القرارات من هذا الكونسيبت، لأن في أشياء سواء كانت الانفستمنت أو الفاينانسينج أو الديفيدنس، كل واحد إلها مكونات وكليات إيش عندي؟ إلها معطيات. مثلا لما نيجي على قرارات الاستثمار investment decisions، most important of the three decisions، لازم أنا في قرار الاستثمار أخذ مجموعة من الاعطيات. What is the optimal firm size، ما هو الحجم الأمثل للشركة؟ What specific assets should be acquired؟ What assets if any should be reduced or eliminated؟ يعني ما هي الأصول اللي أنت بالحد الأدنى بدك تحتفظ فيها أو تعمل على إيش عندي؟ على إلغائها. إذا هذا بالنسبة لقرار الاستثمار. قرار التمويل determine how the assets will be financed، يعني أنا كيف راح أمول الأصول. إحنا بنعرف في الجانب الأيمن والجانب الأيسر للبالانس شيت، كيف أنا بدي أمول الأصول، اللي هو left hand اللي هو على الجانب اليسار، والجانب الأيمن اللي هو هيكل structure of financing. إذا بالاستثمار أول واحدة بالقرارات التمويل، what is the best type of financing، ما هو الأفضل أو ما هو الأشياء الممتاز اللي بيحقق لي إيش عندي؟ هيكلة التمويل. عادة إحنا من نسبق الأحداث، إذا كانت الشركة بتحقق أرباح وفي معدلات عالية للضرائب، في معدلات عالية للضرائب، فإن أفضل وسيلة للتمويل اللي هو الديت، اللي هو من خلال إيش عندي؟ من خلال المديونية. شو السبب؟ طبعا اللي هو بسموها الميزة الضريبية، taxes advantage. أيضا what is the best financing mix، يعني ما هو الحجم الأمثل أو الأمثل إيش عندي من خليط الهيكل التمويل. طبعا هيكل التمويل عندي ساعات رحين نتعرف عليه بالبالانس شيت ونشوف عليه. How will be the fund by physic acquired، ما هي الأشياء اللي حجم التمويل المادي اللي أنا ممكن أمول فيه إيش عندي؟ الأصول. بدنا نروح على البالانس شيت. إحنا قلنا هاي الأشياء، القرارات اللي أخذناها، القرار الانفستمنت والفاينانسينج، وين موجودات؟ موجودات بالبالانس شيت. القرار الثالث موجود اللي هو الديفيدنس، اللي هو موجود بالإنكم ستيتمنت، بالقائمة الدخل. خلينا نشوف الستركتشر الخاص بالبالانس شيت. لاحظ في عندي مربعات، مربع رقم واحد، مربع رقم اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، سبع مربعات. طبعا كلمة
هذا مربع رقم 1 و2 و3 هو لا على التعيين، بس الهدف منه ايش عندي؟ اعرف انه الميزانيه بشكل عام او المركز المالي، المركز المالي مكون ايش عندي؟ مجموعه من القطاعات. القطاع الاول هو الكرنت اسيست، واحنا الكرنت اسيست يعتبر في غايه الاهميه. طبعا له عده تسميات، له عده تسميات ورايحين نتعرف عليها. لاحظ هذا الجانب الايسر اللي هو التوتال اسيست اللي هو مجموعة الأصول، بتكون من الكرنت أسست. أيضا في عندي الفيكست أسست اللي هو التانجبل أسست اللي هو الأصول إيش عندي؟ الأصول الملموسة مثل الفيرنتشرز، مثل البيلدينجز، أي إشي بيكون إيش عندي؟ أصول من الأصول إيش عندي؟ ثابتة ملموسة تانجبل أسست. أيضا في عندي الشركة، في الشركة في عندها أصول غير ملموسة انتانجبل أسست اللي هي على سبيل المثال الجودويل، الشهرة اللي هي ايش عندي اذا كان تتمتع بشهر. اذا المربع رقم 1 زائد 4 زائد 7 شو بيعطيني؟ بيعطيني توتال اسيست. ليست بالضروره ان يكون الشركه دائما يكون في عندها انتانجبل اسيست، خاصه الشركه اذا كانت بدايات جديده عندها ما بتكون عندها الشهرة، لكن فيما بعد على اللونج ران بيكون في عندها انتانجبل اسيست اللي هي الشهرة. بنروح على ايش عندي؟ على التوتال لايبيليتيز اند ايكويتي اللي هو المطلوبات وحقوق الملكيه. ماشي، في عندي كرنت لايبيليتيز اللي هو ايش؟ شورت تيرم ديت. شورت تيرم ديت ايضا هاي بتعطيني ايش عندي؟ توتال كرنت لايبيليتيز. لكن لو قلت توتال كرنت اسيست ماينس توتال كرنت لايبيليتيز شو بيعطيني؟ بيعطيني نت وركينج كابيتال اللي هو صافي راس المال العام زائد المربع رقم 3 long term debt. طبعا هاي زائد هاي يعني 2 زائد 3 هذول يشكلوا لي ايش عندي؟ debt. شكلوا لي ايش عندي؟ structure of debt يعني هيكل الدين. هيكل الدين مكون من short term debt او من short term obligations وال long term debt. بنروح على ايش عندي؟ على الايكويتي. على الايكويتي مربع رقم 5 مربع رقم 6 الكومن ايكويتي والبريفيرد ايكويتي. طبعا بالشركه اول ما بتكون ايش عندي؟ الكومن ايكويتي واللي هو بيكون بيد ان كابيتال اللي هو راس المال المدفوع، وراح يترجم عنه ايش عندي؟ يترجم عنه بالمرحله الاولى بسموها الانيشال بابليك اوفرنج، وراح نضطر عليه. لكن خلينا نرجع للعنوان هنا بالانس شيت از اوف. كلمه از اوف اللي هي لحظة معينة من الزمن اللي هي as of، المقصود فيها moment يعني أنا في فترة معينة من الزمن بيساوي لي إيش عندي؟ بيساوي لي المركز المالي ما هي الأصول وما هي المطلوبات. إذا هذا هو المركز المالي وهي المربعات الخاصة فيه. بنروح هون، بنروح على structure of investment، هيكل الاستثمار اللي قلنا عنه، هيكل الاستثمار اللي حكينا عنه انه في مربع رقم 1 و4. ماشي، 1 و4 اللي هو او 1 و4 و7 اللي هو هيكل الاستثمار، مكون من structure of investment total current assets اللي هي الاصول ايش عندي؟ الاصول المتداوله زائد النت fixed assets. النت fixed assets زائد تساوي ايش عندي؟ tangible assets زائد intangible assets such as goodwill مثل الشهره اللي هي او الكوبي رايت او حقوق الملكيه او اي سمعه بتحقق منها الشركه ايش عندي؟ بتحقق منها اربعه. اذا الاستراكشر اوف انفستمنت مكون من التوتال كارنت اسيست والايش عندي؟ والنت فيكست اسيست. والنت فيكست اسيست تانجبل وان تانجبل اسيست. بنروح على الاستراكشر اوف فاينانسينج اللي هو الديت زائد الايكويتي. الاستراكشر اوف ديت هو عباره عن ايش عندي؟ عن الديت. الديت مقسومه من كارنت لايبيليتيز زائد اللونج تيرم ديت. بنروح على الايكويتي. الايكويتي الايكويتي مكونه من قسمين، الكومن ايكويتي زائد البريفيرد ايكويتي اللي هي حمله الاسهم العاديه او الحقوق العاديه زائد حمله الاسهم الممتازه. بنشوف الايتيمز اوف بالانس شيت. لو اخذنا مثال على ذلك وشفنا عندي مثلا الاسست، هاي توتال كارنت اسست وهاي النت فيكست اسست. طبعا بنشوف كاش اند كاش ايكويفالنت مثلا ماركتبل سيكيورتيز، اكاونت ريسيفابل، نوت ريسيفابل، انفنتوري. طبعا هذول بيشكلوا لي اذا كانوا اصول الاجل تبعهم قصير، الاجل تبعهم قصير بطلق عليهم ايش عندي؟ الشورت تيرم. نتذكر انه هذا المربع اللي هو الرقم 1
هو يعتبر في غاية most important. بس هتلاحظ نشرح ليش most important وحاطين هون شو ايش عندي اللي هو المربع رقم واحد شو التسمية تبعته. طبعا بنلاحظ المربع الاخر اللي هو مثلا account receivable, not receivable, etc. والى اخره, total current liabilities زائد long term total liabilities as stakeholders اللي هم حملة الاسهم او الكومن ايكو او الايكويتي. الايكويتي محطوطين paid in capital مثلا common stock مثلا البار فاليو بير شير وراحين نتعرف عليها, الاحتياطيات الاجباريه والاختياريه والى اخره, والاسهم الممتازه والى اخره. هذول كلياتهم ايش عندي؟ هذول كلياتهم ايكويتي. الايكويتي كلياتهم ايكويتي لكن مقسمين لكومن ولا ايش عندي بريفير. بدنا نيجي على المربع رقم واحد. احنا قلنا most important. ليش most important؟ لانه في اسباب تتعلق فيه راحين نتحدثها. لكن المربع رقم واحد هذا شو ممكن نسميه؟ في علم المحاسبة بيقول عنه current assets. احنا بنحكي عنه liquidity assets. liquidity assets. وبنحكي عنه working capital. انا بفضل دائما استخدامه كونه بنتحدث عن المالية, بستخدمه working capital, رأس المال العامل. liquidity current assets يعني الأصول القابلة للتحويل إلى نقد anytime anywhere. أيضا تسمى أيضا short term assets. الأصول إيش عندي؟ أصول قصيرة الأجل. أيضا تسمى أيضا gross working capital. ولكن التسمية المفضلة إلى إيش عندي؟ اللي هي liquidity assets والworking capital. الworking capital. إذا هذا راحين نتحدث عنه هذا المربع. وطبعا أفضل شيء يوضح المربع رقم واحد اللي هو بسموه الworking capital policies اللي هو سياسات رأس المال العامل, وراحين نتحدث عنها وموجود معاكم على الباوربوينت اللي هي chapter 8. ولكن بفضل انه انا المتابعة من خلال فيديو اوضح لكم. اذا مربع رقم واحد قلنا عنه ايش عندي؟ يعتبر في غاية الأهمية وإله تسميات كثيرة جدا: current assets, short term assets, liquidity current assets, working capital. أنا بدي كلمة أركز تحت عند liquidity يعني الأصول القابلة ايش عندي؟ إلى تحويل إلى نقد. ننتقل للـ income statement. بنلاحظ الانكم ستيتمنت العنوان تبعها ايش عندي؟ فور ذا ييرز اندد, يعني في قائمه الدخل في السنوات المنتهيه ب. طبعا ليش كلمه منتهيه؟ ما هناك قلنا از اوف وقلنا هون ايش عندي؟ فور ذا ييرز اندد. هون عاده البيانات الماليه بتكون ايش عندي؟ تراكميه. تراكميه خلال الفيزيكاليه, خلال السنه المالية. ولذلك هي بتعطي تراكمي, ولكن ايش عندي؟ النفقات والإيرادات لا ترحل وإنما يتم توزيعها. قلنا وين احنا القرار الثالث بالإدارة المالية؟ قرار التوزيع dividends. وقرار التوزيع هناك مجموعة كبيرة جدا من السياسات سوف نتطرق إلها فيما بعد, ومن أشهر ما تطرق إلى سياسات المقسوم الأرباح اللي هو مود جيلياني مولر ونتحدث عنه فيما بعد. خلينا بس نتبع معاكم ونشوف هذا هو الترتيب المنطقي لقائمة الدخل. نت سيلز اللي هي نت سيلز شو عبارة عن ايش عندي؟ عبارة عن اليونتس ملتبلاي برايس بير يونت. ايضا بطرح منها الكوست اوف جود سولد كلفة البضاعة المباعة. البضاعة المباعة بطرحها من النت سيلز شو بطلع معي؟ تطلع اول نتيجة بسموها الجروس بروفيت, مجمل الربح. gross profit total operating expenses اللي هي الأسعار, بدي أتحدث عن الإجمالي التكاليف التشغيلية. شو التكاليف التشغيلية؟ أي تكاليف تساهم بإنتاج المبيعات, منها selling expenses مصاريف البيع, general and administrative expenses مصاريف الإدارية والعمومية, depreciation اهتلاك السنة المالية, أيضا إذا في نفقات إيجار lease expense payments نفقات الإيجار بدفعها. إذا total operating expenses. إذا بقول إيش عندي؟ net sales ناقص gross profit ناقص total operating expenses شو بطلع معاي؟ بطلع معاي الإبت. بدك تركز عليها, الإبت في غاية الأهمية لأنه هو هذا الذي يعتمد في عمليات التقييم.
يعتمد ايش عندي في عمليات التقييم اللي هي الاوبريتنج انكم او الايرنج بيفور انترست اند تاكسز اللي هو صافي الربح التشغيلي قبل ايش عندي قبل الفوائد والضرائب ايرنج بيفور انترست اند تاكسز. عادة الشركات مشان تقلل المخاطر بيكون في عندها استثمارات اخرى، بيكون عندها شورت تيرم انفستمنت، استثمارات ايش عندي قصيرة الاجل اللي هي ناتجة عن توظيف الاموال الفائضة من النقد. لما الشركة بيكون عندها فائض من النقد فالافضل بدل ما يتعطل عندها شو بتروح بتستثمره ايش عندي، فبتستثمره بالبورتفوليو محافظ استثمارية، وعادة هاي بتكون ايش عندي اجلها قصيرة الاجل وبتقدر تبيعها باي وقت كان. اذا في عندي نت اذر ريفينيو. شو المقصود بالنت اذر ريفينيو؟ اللي هي صافي النفقات الاخرى، صافي الايرادات الاخرى عفوا، اللي هي الاذر ريفينيو ناقص الاذر اكسبنس شو بيعطيني؟ بيعطيني نت اذر ريفينيو. بعديها اذا كانت موجب هون عندي زائد الايبت شو راح يطلع عندي؟ مثلا هو انا كان عندي 3132، اذا نت انكم بيفور انترست اند تاكسز، نت انكم بيفور انترست، اذا صافي الدخل او صافي الارباح ماشي، ولكنها ليست الارباح التشغيليه. ليش؟ لانه في عندها مجموعه لها ايش عندي اذر ريفينيو. اذا صافي الربح صافي الارباح قبل الفوائد والضرائب. اول واحده بطرح منها، بعدها بطرح الانترست اكسبنس وبستفيد منها بالفاينانشال لافرج الرافعه الماليه. بطرح ايش عندي انترست اكسبنس، ترجمتها ايش عندي الفوائد المدينة طرحتها. إذا صار عندي نت انكم بعد افتر انترست او نت انكم بيفور تاكس، ايضا عندي تاكس ريت 30% اللي هي 30%، بضربها ايش عندي بضربها بهذا الرقم بتطلع عندي بضربها ب 30% بتطلع 7841. إذا راح تكون هاي ايش عندي مقدار التاكسز، إذا نت انكم افتر انترست اند تاكسز اللي هي صافي الارباح بعد الفوائد والضرائب، صافي الأرباح بعد الفوائد والضرائب. لاحظ السعيات احنا إذا بنلاحظ بعد احنا قلنا القرار الثالث اللي هو قرار التوزيع، نت انكم افتر انترست اند تاكسز يعني صافي الأرباح أو صافي الدخل بعد ما اقتطعت منه ايش عندي؟ بعد ما اقتطعت منه مصاريف البيع والمصاريف التشغيلية وإلى آخره والفوائد والضرائب، أصبح هذا الربح ايش عندي معد للتوزيع. هذا اللي اذا راح اوزع لمين عندي بريفيرد ستاك ديفيدنس، اول ناس رايحين لهم الاولويه بالحصول على الارباح مين هم؟ حمله الاسهم الممتازه. بعد ما اخصم حمله الاسهم الممتازه لهم 3659 بيصير عندي النت انكم افيلبل فور كومن ايكويتي اللي هو صافي الارباح او صافي الدخل ايش عندي المتاح لمين؟ لحمله الحقوق الملكيه العاديه. طبعا كيف يوزع؟ يوزع عادة بالدرجة الأولى، إذا كانت الشركة ناشئة بيكون في عندي احتياطي إجباري أو في احتياطي اختياري أو احتياطي خاص إذا الشركة بتقره إلى آخره. ممكن تكون في عندها أرباح محتجزة إنه مثلا من الصعوبة بمكان الحصول على تمويل من الخارج، فهي بتلجأ إيش عندي هذا تمويل داخلي، ولكنه التمويل الداخلي بنعرف إنه إيش عندي كلفته عالي جدا. إذا أصبح هذا الدخل لمين متاح؟ لحملة الأسهم العادية. بنرجع للمربع رقم البالانس شيت اللي هون، بنرجع للبالانس شيت اللي هون. طبعا أول ما ينشأ بالإيكويتي اللي هون اللي هو الكومن إيكويتي. بالبداية الشركة عند التأسيس الشركة بتمر بمرحلة بيسموها الاي بي او initial public offering اللي هي عملية الطرح الأول. وعملية الطرح الأول تتم وين؟ في البنوك التجارية بالبرايمري ماركت. إذا بجمع المدخرات من الناس، واللي هون بجمع المدخرات من نوعين من الناس، من الأشخاص الطبيعيين اللي هو أحمد وسليم وإلى آخره، أشخاص بصفته الطبيعية أو بصفته الاعتبارية. يعني ممكن يكون في شخص، ممكن تكون في شركة تشتري حصص من الأسهم، يعني ممكن شركات الأموال عادة ممكن يشتري هاي الحصص إما أفراد أو مؤسسات، طبيعي أو اعتباري. إذن بمرحلة الاكتتاب الانيشال بابليك اوفرينج، مرحلة الطرح الأولي تتم في السوق الأولي في البنوك التجارية في الأردن.
في حدود معينة لرؤوس الأموال حسب نمط الشركة، إذا كانت مساهمة عامة أو مثلا كان قطاعها بنوك أو قطاعها شركات تأمين وإلى آخره، ولذلك في حدود دنيا لرأس المال. عندما تحقق الشركة شروط الإدراج وحققت مثلا لنفترض أن الشركة مساهمة عامة، الحد الأدنى لرأس المال تبعها لازم يكون نصف مليون. إنه مثلا لنفترض أنه فترة الاكتتاب وصلت 400 ألف، لا زال هناك 100 ألف، بتمدد عمليات الاكتتاب إلى أن يصبح رأس المال المكتتب به نصف مليون. صار نصف مليون، وين بنتقل؟ بنتقل على أمان ستوك اكستشينج اللي هو سكندري ماركت، اللي هو السوق الثانوي، اللي هو البورصة، اللي هو ستوك اكستشينج. بعد تحقيق شروط الإدراج تنتقل كل الأسهم باستثناء مين عندي؟ فاوندرز اللي هم المؤسسين. أسهم المؤسسين لا يجوز تداولها إيش عندي؟ في سوق عمان المالي إلا بعد مضي عامين من نشر القوائم المالية. طبعا شو الهدف منه؟ الهدف حماية المساهمين من الاختلاس والتلاع. طبعا هذا بشكل بسيط جدا عن مادة الإدارة المالية، وخلينا نسميها الجزء الأول من الانترودكشن للفاينانشال مانجمنت. وشكرا لحسن استماعكم.